باسم الاتحاد نحييكم ونحيي الشعب السوداني المناضل من بقاع السودان والشعب المقهور في دارفور، ونحيي كل النضالات من الأحزاب السياسية المنظمات التنظيمية والمنظمات الأهلية، ونشكركم باسم الاتحاد أبناء دارفور من المملكة المتحدة وأيرلندا، وشكرا لكم كثيرا لهذه السبورت. نحييكم ونحيي حزب العدل المساواة، حركة العدل المساواة، وحزب الشيوعي، والحزب أمة السوداني، ومجموعة شباب السودان بالمملكة المتحدة. فنحييكم لمرة ثانية، ونقدم عبد الرحيم أبو يزيد باسم الحزب الشيوعي، فليتفضل. السلام عليكم. Come close. معلش يا شيخ. طيب نحن بنحيي شعب دارفور وشعب السودان المصابر الموجود في أرض الوطن، المنتهك كل حقوقه، من حقوقه في الحياة، حقوقه في التحرك، حقوقه في السكن، حقوقه في أي شيء، حقوقه في حق الوطن، حقوقه في أنه يكون له مكان يعيش فيه آمن، حقوقه في الأمن. طيب أوكي. نحيي شعب دارفور، نحيي اتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة وإيرلندا، بنحيي الشعب السوداني المناضل، بنحيي شعب دارفور في دارفور وفي أراضي المعسكرات وفي الشتات. بنقول إنه النظام السوداني ما عنده حد، عشان نقول إحنا الحاجة فاتت الحد. النظام الدكتاتورية في السودان ما عندها حد، عشان إحنا نقول إنه النظام فات الحد. المسائل ماشية لأكثر ولأكثر من إنه القتل في الشوارع بقى أو صار زي ما من 10 سنوات، القتل بغرة كاملة، الناس بتمشي تحرق روضة، بتحرق مدرسة، بتحرق قرية كاملة، ودي أشياء عندها معانيها، عندها المعنى بتاعها. دي إبادة جماعية، دي جرائم بتاعت حرب. مهمتنا نحن كسودانيين نقيف في صف واحد، نقول لا للحرب، لا للحرب في دارفور، لا للحرب في السودان، لا لنظام الجبهة الإسلامية القومية القاعد في السودان، لا لعمر البشير، لا لكبر، لا لأحمد هارون، لا لحمدتي. مشاكل السودان تتحلى داخل السودان وبأبناء السودان وفي وحدة أبناء السودان بإزالة هذا النظام. يا شباب دارفور، يا أهل دارفور، يا أهل السودان، من غير إزالة نظام البشير لن تتحلى المشاكل، لن تقف الحرب. إيقاف الحرب أولا هو المطلب الأساسي، إيقاف الحرب ثم بعد ذلك يأتي ما بعدها. إيقاف الحرب أولا. نحن كسودانيين، كنشطاء، كسودانيين عاديين، مفترض أن لا نتوانى في أن نعلن ونحمل قضيتنا في أي مكان، والصوت بتسمع مهما طال الزمن، الصوت بيستمع. لكن كل ما سرعنا، كل ما توحدنا،